وفد من قوى الرابع عشر من آذار وصل اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. الوفد مكون من ثلاثة نواب هم جمال جراح وأمين وهبي عن تيار المستقبل وأنطوان زهرة عن حزب القوات، بالإضافة إلى 9 صحفيين عاملين في وسائل إعلام محسوبة على التيار ذاته. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني استقبل الوفد في مكتبه، وكان بعده هذا المؤتمر الصحفي لرئيس الوفد اللبناني. ألمنا كبير، لأن أيضا إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي استهدف أطفاله ونساءه وشيوخه، كان هناك شعب عربي آخر هو الشعب السوري، يستهدف من النظام السوري وأطفاله تستهدف وتقتل بدم بارد وبالطيران الحربي الذي اشتراه من دمائه الشعب السوري لكي يقاتل إسرائيل، فتحول لحماية إسرائيل ولضرب شعبه وقتل أطفاله. نحن نعاني أيضا في لبنان من الظلم والتجبر تحت رايات الممانعة الوهمية الغير صادقة، وبندقيتهم توجهت في غير اتجاه العدو الإسرائيلي. زيارة الوفد استغرقت أقل من 5 ساعات، جال فيها على عدة مواقع من بينها مبان حكومية مدمرة ومركز قيادة الشرطة الذي جرى استهدافه خلال الحرب الأخيرة. غزة اليوم تشبه بيروت بنهاية الثمانينات خلال الحرب الأهلية اللبنانية. هذا اللي بقدر عن جد وصف فيه غزة بوضعها، بحالها، بناسها، بكل شيء شفناه لحد هلأ بيشبه هذا الشيء، ما عدا أنه شفنا غزة ما في مسلحين على الطرقات مثل ما كنا ببيروت بنهاية الثمانينات. بيت رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية كان آخر المحطات التي زارها الوفد. النواب 3 اجتمعوا مع رئيس الحكومة الذي قال إن لبنان كان سباقا في انتصاره على الاحتلال، فيما أكد الضيوف أن اللبنانيين تعلموا معنى الانتصار من الفلسطينيين الذين لا يوجهون سلاحهم إلا للعدو. نحن نريد في هذه الظروف أن نقف مع الفلسطينيين خارج إطار أي حسابات سياسية، هذا واجب على كل لبناني وعلى كل عربي، ونحن نقوم بواجبنا. بعض وسائل الإعلام قالت إن حركة حماس رفضت استقبال أنطوان زهرة النائب عن القوات اللبنانية، هل تؤكدون أو تنفون هذا الخبر؟ والله أنا يعني هنا لم يمر علينا مثل هذا الأمر مطلقا، يعني لم نسمع بأنه الشعب الفلسطيني رفض أحد جاء للتضامن معه أو زيارته. حركة حماس وحكومتها استقبلا إذن هذا الوفد على أعلى المستويات، معتبرين أنه يمثل لبنان الذي يحتضن الشعب الفلسطيني ويعمل على مناصرة مواقفه على الساحة الدولية وفي مختلف المحافل العالمية. انتهت زيارة وفد 14 من آذار إلى غزة لتكون بذلك أول زيارة لوفد لبناني إلى القطاع بعد انتهاء العدوان عليه، زيارة أراد أصحابها من خلالها التأكيد على أن دعم غزة والتضامن معها ليس حكرا على فريق سياسي لبناني دون الآخر. محمد المدهون، قناة الجديد، غزة، فلسطين.